المعارضة هي تقريبا جزء من الدولة في الأخير، يعني المعارضة جزء من الدولة الديمقراطية. نعم. مش من الدولة. نعم، هي جزء من الدولة الديمقراطية في مرحلة قاعدين أسفية احنا وقتها الديمقراطية ولا العشر سنوات الماضية. يعني شنو كان الدور نتاعها؟ هو المفروض أن تقدم بديل، أن تنقض السلطة. هل قامت بهذا الدور المعارضة السياسية؟ أنا هي يعني في العشر سنوات الماضية. لا، ما نقسموها من العشر سنوات. نعم. العشر سنوات تول اليوم ثلاثة حقب. فما الحقبة نتاع النهضة، فما الحقبة نتاع الباج قيس سبسي، فما الحقبة نتاع هذا. ثلاثة حقب. في الثلاثة حقب الوحيد اللي قعد يعمل في نفس الأخطاء هي النهضة. ومش على خطرها نهضة، الخطرها أخطاء عالمية في سلوك الإسلاميين كرد فعل على سلوك الغرب. والتي تتمثل فيش؟ والتي تتمثل في أنه هل هناك إمكانية للتصالح مع الغرب؟ يعني هل هناك إمكانية لما يشبه أصله في فلسطين اللي بينت مستحيل واللي أدت إلى أنه الفلسطينيين يلزمهم طوفان؟ نهارة المسلمين يؤمنوا أنه كل بلد إسلامي يلزم طوفان، عندئذ سيفهم الغرب أنه مضطر للصلح معه. ما كانش مستحيل. يعني لو كان الصين ما تحددش مستحيل الغرب يعطيها وزن. لو كان الهند ما تحددش مستحيل الغرب يعطيها وزن. لو كان أوروبا ما بدأتش تتحد مستحيل روسيا تعطيها وزن. لو كان إيطاليا ما تحددش في عهد الثورة الفرنسية مستحيل تستقل. لو كان إسبانيا ما تحددش في عهد نابليون ما كانش تستقل. لو كان ألمانيا ما تحددش بعد ثورة حرب نابليون، حروب نابليون، ما كانش ألمانيا تولي قوة عظمى. لكن هؤلاء الإسلاميين حبوا يخرجوا من المأزق هذا، وقالوا احنا لا نمثل الإسلام السياسي. ما ناش إسلام سياسي وما ثماش. من مسؤوليتها. احنا إسلام ديمقراطي وما نمثلوش الإسلام السياسي. ما ثماش حاجة اسمها إسلام سياسي. هذا شي يقول جماعة الضفة اللي يحكموا في الضفة. المسلمين الآن كلهم مثل جماعة الضفة. مثل اللي يحكموا في الضفة. أنت تعتقد أنه ثم إسلام سياسي؟ ليه؟ جماعة الضفة، جماعة الضفة ما عادوش فلسطينيين سياسيين. وجماعة الإسلاميين في العالم، في المغرب، في الجزائر، في تونس، في كذا في كذا، ما عادوش إسلام سياسي. لأن فما إسلام سياسي هو دكتور؟ يلزم يكون فما. يلزم يكون فما. لأنه القرآن والإسلام من غير سياسة ما هو عايش إسلام. معناه يولي محمد خان القرآن لأنه عمل دولة. ولأنه جاهد ولا خان. معناه محمد أول الخوان، أول الخونة هو الرسول. عمل دولة وعمل لها دستور وعمل لها جيش وعمل لها آية في استراتيجية اللي هي 60 من الأنفال. اللي هي 60 من الأنفال. وعمل مشروع اللي هو توحيد البشرية. اللي هو توحيد البشرية. وتوحيد البشرية على قيم إنسانية. الناس تعترف ببعضها. ما فماش حضارة خير من حضارة. في الدنيا الأخرى رب يقول شكون يمثل الدين الصحيح. أما في الدنيا هذية الإنسان حر يختار دينه عندما يتبين الرشد من الغي، فيكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وفي تقديرك التخلي عن الإسلام السياسي وتبني مقولة الإسلام الديمقراطي بين ظفرين ما كانتش ربما تساعد على التقارب ما بين الله. دين فارغ. ترى دين فارغ. ترى دين فارغ. لأنه هذا شو معناه؟ تعرف معناه؟ معناها أتخلى عن الإسلام لأنه الوحيد العائق ضد الديمقراطية وأتبنى الديمقراطية بمفهومها الغرب. ما هي الديمقراطية بمفهومها الغرب؟ ما هي الديمقراطية في بمفهومها الغربي؟ احنا شايفين لحظة. نعم. بمفهومها الغربي افضل ديمقراطية في العالم الان هي المسيطرة على العالم الغربي اللي هي امريكا. شكون يحكمها؟ يحكمها البنك ويحكمها الاعلام. اللي الاثنين هما وسيلة السيطرة نتاع اللوبيات على لي ديبيوتي وعلى الشيوخ. اللي هو ما ينجم يعطلوا اللي عنده السلطة التنفيذية فيصبح من يحكم اللوبي الصهيوني. يعني الآن أمريكا رئيس أمريكا يبرر
في أفعال إسرائيل ويحمي في أفعالها ضد القانون الدولي. أي قانون يصدر ضد إسرائيل، أي حكم يصدر ضد إسرائيل يقدم فيتو ضد، هاي ديمقراطية، هذه نحبوها احنا، هذه يقبلها الإسلام، هذه ضد الإسلام. نعم. هو جاء ضد هذا، هو جاء ضد سيطرة الكنيسة وسيطرة اللوبيات، ضد سيطرة السلطة الروحية والسلطة المادية. يعني الإسلام السياسي هو التحرر من السلطة الروحية الإجليز والسلطة المادية. الإجليز الحديثة هي الإعلام، والسلطة المادية الحديثة هي البنك. اللي يحكموا في العالم هما أصحاب البنوك وأصحاب الإعلام. شكون هم أصحاب البنوك؟ طبعا الدولة العميقة اللي تحكم في الغرب، واللي هي واحدة نفس الدولة العميقة. وشكون الإعلام اللي يمثل الكنيسة؟ هو الإعلام اللي يخدم في هذه الدولة العميقة. ناخذ الشق الثاني اللي هو الشيوعي الاشتراكي. شنو الكنيسة فيه؟ الحزب. الحزب يحكم مش فقط في الأشخاص، يحكم في معتقدات، في معتقدات، يعني هو كنيسة. والسلطة المادية شنو هي؟ الناس اللي مسيطرين على الحزب. الصين توا هكاك تتحكم، شكون يحكم؟ الحزب هو الكنيسة، وطبعا رجال الأعمال اللي ولاوا الأمريكان. شنو نجاح الصين؟ هي أنها جمعت بين مزايا النظام الأمريكي ومزايا النظام السوفيتي، جمعت زوجت بيناتهم.